It's a private high official tomb who lived during the reign of the king Jetkare, the eighth king of the Fifth Dynasty, almost the 24th century BC. The colors are exceptionally well preserved inside the tomb. أنا أقدر ألاقي تمثيل كل يوم، أقدر ألاقي مقابر كل يوم. بالنسبة لحالي وافق أفكر اسمه أذن. هنا واضح إنه ما عملش أولاد فرس الأربعة. أم أم كمل بس نحن عاد وعين. فضل يا فضل. أنا أساس. فين خلاص أنت؟ ما تسنيش لا لا ما تبعدش اصبر. بينا هو هنا النقش والنقوش اللي احنا عايزين نركز عليها أول. To the right, to the right side.